طيب حكم التهنئة برمضان، التهنئة برمضان ما فيها بأس، الإنسان يهني برمضان، لكن العلماء قالوا كما قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: العبارة الصحيحة أن تقول رمضان مبارك. عندنا هنا الناس يقولوا رمضان كريم، دي العبارة السائدة عندنا. قال لأن رمضان ما بيتكرم هو من عنده، رمضان ما بيتكرم، إنما رمضان ربنا جعل فيه البركة، ربنا جعل فيه البركة، عشان كده تقول رمضان مبارك باعتبار إنه ده وقت ربنا جعل فيه بركة من أول الشهر إلى آخر الشهر، فما في بأس في التهنئة ولا في رد التهنئة إن تقول رمضان مبارك. هذا وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.